أول ما بيجي لك القضية بتقراها وانت قاعد، وقراءة القضية الأولى، القراءة الأولى هي عشان تاخد فكرة في مركز المتهم والحكم اللي هيصدر فيها وموقفه إيه، هل هيبقى حكم مغلظ إعدام أو مؤبد، هل هيبقى حكم يسير. كل ده أنت بتعرفه من القراءة الأولى للقضية. القراءة الثانية هي أهم القراءات. أنت أول ما خدت فكرة وقبلت القضية خلاص تبدأ القراءة الثانية، بعد ما تتفق بقى مع أصحاب القضية وتقرأ القراءة الثانية. القراءة الثانية هي أهم القراءات. ليه بقى؟ لأنها أنت بتستخرج من جوه في القضية كافة التعارضات والمتناقضات والسقطات اللي هي في أحداث وإجراءة القضية. إزاي؟ تعالوا نقرأ قضية، وأنا ما بتكلمش في الفقه ولا نظريات، أنا دايما 90% من محاضراتي في جميع المحافظات عملي. أنا أقول لك مقدمة بس سطر، وأقول لك لما اتعرضت علي قضية عملت فيها إيه. تعالوا حضراتكم نشوف أنا طلعت الدفاع والدفوع في هذه القضية. أنا بقول لك القراءة الثانية دي أهم القراءات، لأنك بتستخرج من القضية التعارضات والتناقضات والسقطات بين إجراءات القضية. إزاي؟ تعالوا بقى حضراتكم نشوف قضية من اللي كانت معروضة عليه. السيد ضابط المباحث قال اتصل بي أحد مصادر السرية وأبلغني أن فلان الفلاني يتاجر في المواد المخدرة، وإنه يحوز في شخصه وفي مسكنه كمية كبيرة من المواد المخدرة، وعليه سأتوجه للسيد المحقق لاستصدار إذن بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحري عنه لضبط ما يحوز من مواد مخدرة. خدم مع التحريات دي وراح لوكيل النيابة قال أنا عاوز إذن. زي ما قلت لكم السيد وكيل النيابة يبص على محضر التحريات، لو وجد شرطين يصدر الإذن. عارفينهم الشرطين دول؟ تحريات جدية سابقة على صدور الإذن، وأن تكون هناك جريمة قد وقعت بالفعل تبرر صدور الإذن. لو وجد الشرطين دول يدي الإذن. أما إذا أصدر الإذن مع تخلف شرطي الإصدار أو أحدهما يصدر الإذن باطل وتبطل كافة الإجراءات المترتبة عليه، ومنها ضبط المخدر والمتهم. حضراتكم السيد وكيل النيابة بص لقى شرطي الإصدار. إيه شرطي الإصدار بقى؟ التحريات الجدية ماشي. طب التانية، أن تكون هناك جريمة قد وقعت بالفعل تبرر صدور الإذن. هو قال إيه؟ اتصل بي أحد مصادر السرية وأبلغني أن فلان الفلاني يتاجر في المواد المخدرة. لو قال كده مصدر الإذن يبقى باطل. فين الجريمة؟ ده أنه يتاجر في المواد المخدرة ده صفة، زي اللي بيتاجر في الزيت، زي اللي بيتاجر في السكر، زي أنه يتاجر في المواد، وأنه يحوز حاليا كمية من المواد المخدرة في مسكنه وفي شخصه. هنا هو ادي الجريمه قد وقعت بالفعل تبرر صدور الاذن. لو ما قالش دي، وعشان كده بتوع مكتب المخدرات بداوا يعرفوا لما احنا بنطعم بالامور دي، بدا يقول لك وانه يحوز حاليا كميه من المواد المخدره في مسكنه وفي شخصه، وعليه سنتوجه لاصدار اذن بضبط وتفتيش شخصه ومسكن المتحرر عنه. عرفوا، يبقى لازم الأمر لازم أنه يبان في التحريات أنه جريمة قد وقعت بالفعل. حضراتكم السيد وكيل النيابة قال نأذن للسيد المقدم أو الرائد فلان الفلاني بضبط وتفتيش شخص ومسكن. مش شخص بس، هو قال أنه بيحوز حاليا كمية من المواد المخدرة في شخصه وفي مسكنه، يبقى لازم يصدر الإذن بضبط وتفتيش الشخص والمسكن.
على أن ينفذ الإذن لمرة واحدة. ودي حابة أقولها لكم مرة واحدة، ليه ما بيتنفذش ثلاث أربع مرات؟ على أن ينفذ الإذن لمرة خلال ثلاث أيام من ساعة وتاريخ صدور الإذن. الإذن كان الساعة 12 الظهر يوم 1/6/2022 الساعة 12 الظهر صدر الإذن. راح واخد الإذن وراح رايح ينفذه، قال بتلاقي في محضر الضبط يقول لك ايه، نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر لنا بضبط وتفتيش شخص المأذون بضبط وتفتيشه، اتجهنا والقوة المرافقة إلى مسكن المتحري عنه أو المأذون بضبط وتفتيشه. وأثناء سيرنا بالطريق العام قابلنا المأذون بضبط وتفتيشه، قبله في السكة وعرفناه بشخصيتنا ومأموريتنا وطلبنا منه تفتيشه، فسمح لنا وفتشناه ووجدنا في جيبه علبة سجاير مارلبورو حمراء فيها خمس سجاير، منهم ثلاث سجاير ملفوفين لف يدوي ويبرز من فوهتهم عشب أخضر جاف يشبه نبات البنجو المقدم، وعليه قبضنا عليه ورجعنا إلى القسم أو المركز لتحرير محضر بالضبط. إيه رأيكم في الضبط ده؟ ليه؟ الله يفتح عليك. الله، أنت مش قلت في تحرياتك الجدية إنه بيحوز حالياً كمية من المواد المخدرة في شخص ومسكنه؟ طب ما أنت واخد إذن للاتنين، للشخص وللمسكن، انت قبضت ولقيت مخدر. طب انت قلت انه بيحوز حاليا كمية من المواد المخدرة في مسكنه، طيب ما انت قبضت عليه خلاص، دي اول جزء في التنفيذ، كمل للمسكن، وده بيؤكد على ان انت لم تكن جديا في تحرياتك، لان انت عارف ان المسكن ما فيهوش مخدرات، وعشان كده انت اكتفيت السجاير اللي كانت معاها والتالت سجاير والكلام اللي انت قلتهن ده، وعشان كده هنا خلوا بالكم بقى بنستخرج ازاي بقى هنا التناقضات. القراءة الثانية ليه؟ لاستخراج كافة التناقضات والسقطات والتعارضات في إجراءات الدعوة. مش انت قلت في محضر التحريات انه بيحوز في مسكنه؟ طب انت اكتفيت ورحت قلت له تعالى بقى نعمل محضر وخلاص، يبقى هنا التناقض ده بينشأ الحق للمتهم في الدفع ببطلان القبض والتفتيش لبطلان صدور إذن النيابة العامة، أول حاجة لعدم جدية التحريات، لأن هذا الضابط لو كان جدا في تحرياته لاستكمل ذهابه إلى المسكن وقام بتفتيشه وضبط المخدر المقول به، ولكنه لم يكن جدا في تحرياته، وبالتالي هو اكتفى بهذا الأمر وعاد، وده بيدل على انه لم يكن جدا في تحرياته، بل هي كانت تحريات مكتبية دون ان تكون مطابقة لواقع الحال. وضحت الجزئية دي؟ بفضل على طول حضراتكم اقرأ ملف القضية، كل ما الاقي تناقض اطلع الدفع بتاعه، لكن ما نعملش زي زميلنا اللي قاعد ويقول له وبعدين راح مقابل ابن عمته، وبعدين ابن عمته قال له تعال نقعد على القهوة، وراحوا قاعدين على القهوة، وبعدين راحوا قاعدين لغاية الليل ملايين، يقول له يا استاذ طب قول لي ايه الدفع اللي انت دفعه. انت اول ما تيجي قدام القاضي حط الترويسة. ايه الترويسة؟ الدفوع. انا بطلب الحاضر مع المتهم طلب البراءة تأسيسا على 1 بطلان القبض والتفتيش لبطلان صدور إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات، تقول الدفوع بتاعتك كلها خلصت، وعينك على اللي بيكتب أمين السر وتأكد إنه كتب، انقل بقى اشرح بقى وقول ابن عمي وقابله وراح الكافيه وما راحش الكافيه، قول زي لما انت عايز وبالليل وبالنهار، لكن انت حطيت الترويسة عشان لو خد حكم وعملت نقض يبقى النقض عرف ان انت محكمة النقض عرفت ان انت
دفعت الدفوع يبقى يجب على المحكمة ان هي ترد على كل دفع من دفوع اللي انت ابدتها. اما انك تفضل تحكي في قصة وفي الكافيه وبتاع ما انت ما قلتش حاجة والقاضي ما بقاش يقول حاجة والقاضي عمال يقول لك قول ايه الدفوع بتاعك. يبقى اهم حاجة في المحامي عشان تبدأ تدافع في قضيتك تحط الترويسة الأول وتتأكد إن هي الكاتب كتب وعينيك تبقى عليه كل ما يلاقي وقف وقف يبقى خلص السؤال طول والدفع الثاني روح وعينك عليه لغاية ما تقول الثلاث أربع خمس دفوع تطمئن إنك كتبه خلاص. إحنا كمان ساعات بنبقى إيه بنشك في اللي كتبه الأمين السر أروح أستسمع القاضي وأقوله في مذكرة شاملة القواعد القانونية والدفوع القانونية فأنا بستسمحك إنك تاخد صورة يوم تقعد بس أقدمها بأسلوب محترم بأسلوب يقبل لأن في محامي يقدم الورقة ما تترفض يقوله ما بناخدش خلاص هو ما هو أرفه طول الوقت كل ما يقوله خلص يروح يقول له طب ما تطعنيش لو سمحت ما تطعني كده لا الكلام ما ينفعش. انا ببقى علاقتي مع القاضي علاقه طيبه علاقه حسنه انا بحترمه لانه هو بيحترمني لما يلاقيني بحترمه هو يحترمني لكن انا استخف بيه واقول له ما تطعنيش ايه ما تطعنيش ما ينفعش لازم العلاقه تبقى شفتوا كلمات سعد زغلول لما قال له كيف أصبحت محاميا شهيرا قال له ثلاث حاجات قراءة الدعوة قراءة جيدة أن تكون صادقا مع كافة المتعاملين معك احترام القضاء عشان تبقى ده سعد زغلول اللي مسك رئيس وزراء مسك كان هو زعيم الأمة وكان محامي ما كانش نقيب محامي محامي. فشوف احنا بنتأسى بالناس دي واحنا عاوزين نبقى زي ريحة احنا عاوزين نبقى ريحة منهم وعشان كده احنا بنحاول قبل ما نتوكل على الله ننقل لكم القيمة وقامة المحاماة